السلام عليكم ورحمه الله. عبد الحق وانا نايف. بعد حلقه مثبت السرعه قبل كم شهر وفي النقاشات تكلم كثير منكم انه تشغيل مثبت السرعه يصرف بنزين اكثر وانه ما يوفر زي ما تفلسفت وقلت انا في السابق. عشانك متفلسف يا حبيبي، وانا اصلا معهم. ايوه يصرف اكثر من العادي. انت تستخدم مثبت هنا احيانا حسب الظروف. ليش تقول انه يصرف اجل؟ يعني انا بحس انه لما انا اكون يعني ماشي براحتي وداعس، يعني اكون عارف انا كميه الصرف اللي انا صارفها، مثبت السرعة لا يسر. أتوقع ذلك. سويت لنفسك خط رجع دحين. توقع ذلك. طب إيش رأيك تطلع بسيارتين من نفس النوع، ندق المشوار كده 200-250 كيلومتر رايح وراجع، يعني حوالي 400-500 كيلو كلها. نطلع نجرب سيارتك، أنت تسوق زي البسكليتة كده من غير مثبت. أيوة. وأنا أشغل مثبت ونسوق ونرجع ونحسب المسافة ونحسب قديش كل سيارة صرفت منهم بنزين. ما عندي مشكلة، بس أنا عندي شرط. هات اشتري لي قهوة. أنت وكرشتك. حنطلع أنا ونايف بسيارتين كيا من نفس النوع ونفس المواصفات وماشين أقل من 10,000 كيلومتر، ونروح على محطة وقود ونصفر العدادات ونعبي السيارتين فل، سيارتي وسيارة نايف، لحد ما يوصل البنزين لأعلى نقطة ممكنة. الآن نصفر الكمبيوترات تبع السيارة ونصفر ده. يلا نايف. يلا صفر نايف. عشان يكون عدل ما بين السيارتين، ما بين هذه وهذه، اللي حسويه احتاجك انك انت توزن الاطارات على 34-35. انا عندي وازنها على 34-35. يلا اوزنها يا اخي. ذكي الرجال ده، مره ذكي. لو يدخل جوا السياره ويسوي كده حيبين له ضغط الاطارات، والافندي قاعد مسكين هناك. يا نايف وعد، حتركب سيارتك وحتسوق زي ما انت تسوق، زي البسكليتة. لا لا، هو شوف وعدنا حسوق زي ما انا. خلاص انت 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 تسوق بطريقتك العادية من غير مثبت سرعة. اكيد. وانا حسوق بمثبت سرعة. اشوفك هناك، مين يسبق، انا ولا انت؟ انا. انت طبعا حتصرف بنزين اكثر. لا يا حبيبي. يلا شوف. سلام. خلينا نطلع عنه وراح الأفندي. خلاص طفشت منه، صار لنا الصباح معايا. يا اسم الرحمن، سبحان الذي سخر لنا هذا. أين النظارة الشمسية؟ جيمس بوند مات. الله المستعان، الله يحسن خاتمتنا. طيب حنطلع الآن مسافة تقريبا يمكن 200-220 كيلومتر، ونتوكل على الله. شرحنا في حلقة سابقة كيف يشتغل مثبت السرعة، وهل هو فعلا شيء خطير وممكن يعلق، وشرحنا كيف يشتغل الرادار في السيارة. للي يحب يشوف الحلقات ححط لكم هي إن شاء الله في نهاية الحلقة. الفكرة على عجالة من مثبت السرعة هي عدة أمور: تثبيت السرعة، وراح يجعلك كسائق أكثر راحة بدل ما تكون طول الوقت مركز على السرعة وزادت ونقصت وتزود وتنقص وتكون منتبه طول الوقت، وكمان يريحك من أنك أنت تأخذ مخالفات فجأة. لكن تثبيت السرعة بحد ذاته المفروض يخلي الكمبيوتر يمشي السيارة بأقل كمية وقود مطلوبة، بدل ما أنت كل شوية تغير زاوية الدعسة. فالكمبيوتر لما أنت ماشي يبدأ يراقب إحداثيات السيارة ويخفف البنزين يخفف البنزين لحد ما يديك أفضل أداء وأقل صرف بنزين ممكن. وهذه فكرة الحلقة هذه. بعض السيارات زي الكيا سيلتوس غير مثبت السرعة، فيها نظام تاني هو تحديد السرعة. تحديد السرعة هو أنك تبرمج لسرعة معينة للسيارة، مثلا 70 كيلومتر في الساعة. لما توصل 70 وحتى لو سهيت أو دعست بغير قصد ما تزيد السرعة عن السرعة المحددة مسبقا. حنطلع مشوار من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية اللي هي على سطح البحر إلى منطقة الجرنافة، واللي هي تقريبا 200-210 كيلومتر عن جدة وحوالي 4000 قدم عن سطح البحر. نوصل هناك نصلي ظهر العصر نلف ونرجع، ولما نوصل جدة رح نعبي بنزين مرة تانية فل ونشوف قراءات الكمبيوترات كم ونحسب الفرق إن وجد. شوفوا هذا ساعة ورايا وساعة قدامي، رايح جاي رايح جاي، إن شاء الله ما نتفشل وتطلع سيارتي تصرف بنزين أكثر من سيارته. هذا نايف أرسل لي رسالة أنه أخذ مخالفة. خليني أتصل فيه. أوبا، أخذنا مخالفة. أنا ماني مسرع. طيب أنا ماشي يعني تقريبا
تقريبا حوالي 7 كيلو زيادة يعني عن السرعة. هو أنا ولا اللي كان جنبي؟ هذا فزيد الله أحد. تستاهل هذه ضيفة على قيمة البنزين بعدين. وصلنا نص الطريق، المفروض انه نايف وصل قبلي. السلام عليكم، ازيك يا باشا؟ انا والله اسمع الرجعة انا مثبت سرعة. ايش؟ انا في الرجعة مثبت سرعة. انت مثبت سرعة؟ ايه. نايف اكل مخالفة. هاي كم لك واقف هنا؟ تقريبا 7 دقائق. 7 دقائق يعني كل الشحمطة دي، ومسرع وتهدي وتسرع وتهدي على 7 دقائق. نصلي انت بتاكل؟ وابغى اكل وكره هنا وتعبان، حالتي رجولي مره شاده. يلا يلا والله انا مرتاح ومكيف. شوف هذا قاعد يحط حر في الاكل يا ابو الشباب. هذا سبب انك انت خسرت السباق، قاعد تاكل وتطفح همبرجر. هو ياكل همبرجر وكورن فليكس. حمراني ياكل همبرجر وكورن فليكس. الله يحفظكم اهل حمران كلكم. امين يا رب. ايش قاعد تسوي يا عبد الحق؟ تمارين يا حبيبي. ما شاء الله بس اكل. ما شاء الله ما شاء الله. يلا يلا اصبعين. لا 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 اصبع واحد. ما شاء الله. بسم الله، خلصنا صلينا ونتوكل على الله. نمشي الآن في المخرج. يلا سيدنا نايف قدامنا. ورجعنا لنفس المحطة اللي عبينا منها بعد تقريبا 450 كيلو، 4 ساعات سواقة. خلينا نشوف أنا وصلت قبله ولا هو وصل قبلي. شكلي أنا وصلت قبله. لا والله موجود موجود الأفندي. سلام الله عليكم يا أخ العرب. متى وصلت؟ دقيقتين بالضبط. طيب خلينا نشوف دحين. طيب وهذه سيارتي، مشينا 455 كيلو، 4 ساعات وربع تقريبا. عندي 3 شرطات من البنزين، يعني راحت شرطة واحدة، وعندي البنزين اللي معايا يكفي 515 كيلو. طبعا دحين احنا نعبي بنزين في المحطة ونشوف، بس خليني اروح اشوف الافندي هذا ايش سوى. خليني اشوف الرقم اللي عنده. اكفش اكفش. كم انت؟ دقيقة. الله اكبر. هذا اول شيء. طيب نفس المسافة 455، 4 ساعات و442 كيلو. كم كان البنزين يكفي؟ هو شوف شرطتين وشوية، ملاحظين شرطتين وشوية، أنا شرطت 3 شرطات كاملين. فعندك أنت المسافة اللي حتكفيك تنك البنزين 442. نروح المحطة. لا سيارتك غير أصلاً سيارتك. روح المحطة. أنت تسوي شيء شكلك ولا حاجة؟ سيارتي بيضة انسيابية. حطيت موية ولا شيء؟ فرق الوزن. هنعبي بنزين دحين، نفس الشيء في نفس المحطة، نعبي فل، نشوف الفاتورة كم تطلع. هدفع كيا يا سيد. نعم نعمين. على حساب كيا. على حسابك انت. يلا خلاص يا ابن حلال، ابوس ايدك ابوس ايدك. خلاص ما نبغى نتفشل. خلاص لسه عبي. خلاص يا ابوي. صدق عبد الحق، ايش السياره هذه؟ مصر بنزين اقتصاديه ما شاء الله، لان احنا ضربنا مشوار تقريبا 455 كيلو، والتانكي فيه تقريبا 442، يعني يمشيك تقريبا 897 كيلو. صحيح، صراحه شيء ممتاز. ترى قد ما تمدح في كيا ترى ما حيدوك سياره. اذا حسبنا النتيجه بالورقه والقلم حتكون كالتالي: مع مثبت السرعة سيارتي صرفت حوالي 7% أقل من سيارة نايف كعدد لترات ومبلغ مالي، مع أني أشك أنه لسه في هواء في تانك البنزين وممكن يأخذ له كم لتر كمان. كمبيوتر سيارتي حسب مسافة أطول للبنزين المتبقي بحوالي 73 كيلومتر، يعني حوالي 14% زيادة. نايف وصل قبلي بحوالي 9 دقائق، 7 بالروحة و2 بالرجعة، فيمكن حدي له هنا نقطة.
من ناحية الراحة والأمان أكيد أنا مرتاح أكثر بشهادة نايف. وأخيرا الأمر اللي ما منه مفر، تسرع وما تنتبه، 800 ريال مخالفة مرورية سدت نفسه لنايف. على قولك يا نايف، كيا ممكن تدون سيارة بعد التعب هذا كله؟ والله شوف أنا ممكن، بس أما أنت لا، لما تحج البقرة على قرونها. شكرا. اللي أقول لك عبد الحق، مو إحنا أخوان؟ طيب ممكن نتقاسم المخالفة؟ لا تسوي شيء طيب، حل عني. أجل في رعاية الله.